الدرجة الرياضي، فبعد يعني صدور البرنامج ديال جولتين 27 28 ففريق رجاء الرياضي سيواجه فريق رضا بركانية يعني الأربعاء المقبل انطلاقا من الساعة 8 مساء برسم الجولة 27. اللقاءات كلها اللي بقات في الدوري الاحترافي غادي ياخذوا اللاعبين الرجاء بواحد الجدية بواحد الجرينطا بواحد الحماس. وراه تبعنا التصريح ديال السي محمد بودريقة يعني الاسبوع الماضي ورسالته للاعبين اللي قال لهم ودي هذه الرجاء والمرتبه اللي كنحتلوها حاليا لا تشرفكم انتم كلاعبين وما كتشرفش كذلك النادي، وخصكم تقاتلوا وتلعبوا هاد اللقاءات كلهم كانكم معنيون بالمنافسه على اللقب ديال الدوري او على مكانه افريقيه. من بعد يعني غتكون الجوله 28 الفريق ديال المولود ديال وجديه سيستضيف فريق الرجاء الرياضي، ودي كذلك قمه كرويه كبيره وكبيره بزاف على اعتبار ان المولوديه كتلعبها مصطفى وكتقاتل من اجل ضمان البقاء. لقاءات اللي غادي يكون حاضر فيهم المدرب الالماني جوزيف اللي تولى الاشراف على العارضه الفنيه للنسور يعني بالامس، وغادي يحاول يعني يستثمر هذه اللقاءات اللي بقاو هذا الموسم على مستوى الدوري الاحترافي ولكذلك على مستوى كاس العرش باش يعني يرسم الخطوط العارضه ديال الفلسفه ديالو الكرويه اللي غيطبقها ابتداء من الموسم المقبل. لانك لما كتجيب مدرب جديد وكتجيب الطاقم ديالو فيستحيل انك تحكم عليهم في خمسه المقابلات او في اربعه المقابلات. هو حديث العهد بالدوري المغربي ما كيعرفش اللاعبين ديال فريق رجاء الرياضي الحاليين، خصو شويه الوقت كيتعرف على المجموعه. واعتقد هاد الخمس مقابلات يعني بحال اللي درتي واحد المعسكر مصطفى كتوجد به للموسم المقبل. ما ننساوش كذلك بانه يعني العدد الكامل او المجموعه ديال فريق رجاء الرياضي بالبطوله العربيه اكتملت. كاين يعني الرجاء الرياضي، شباب بلوزداد الجزائري، الوحده الاماراتي، الكويت الكويتي، كتبقى الحظوظ ديال الرجاء وبلوزداد وافره جدا باش انهم يمشيوا للربع النهائي وينافسوا على اللقب. فيما يتعلق بالتونسي مندير الكبير وناس واخوان كيسولوا حول المدرب والصيغه ديال فسخ العقد ديالو الى غير ذلك او لا واش كاين هنالك صلح، فيعني المكتب الموسمي لفريق رجاء الرياضي كان واضح في البلاغ ديالو اللي كان وضع الحاله ديال المدير الكبير وقال بان المدرب تملص من المسؤوليات ديالو وغاب على الحصص التدريبيه دون سابق انذار. كيحاولوا يتواصلوا معاه تنعطوا بناء على ما ورد في البلاغ. المدرب المدير عطى موقف ديالو مساعي باش يحاولوا يلقاو شي صيغه اكيد ترضي الرجاء ما تضرهاش ماليا وترضي كذلك المدرب. الى اتفقوا فكيكون ذلك الودي افضل، ما اتفقوش راه الفيفا هي اللي كتاخذ القرار ديالها. هذا فيما يتعلق بهذا الجانب. تلك الكلمه السي مصطفى. شوف حسناوي، انا كنظن بان الرجاء الرياضي عنده واحد جديد مع مدرب جديد، وكنظن لا داعي لفريق الرجاء الرياضي او المدرب ديالو مشي للرضا ديال الفيفا، مع العلم ان الامور اللي كيتكلم عليها المسؤول ديال الرجاء الرياضي ان المدرب فهو من تملص المسؤوليه ما كانش كيحضر التدريب، فيما المدرب فهو عنده وكذلك انفيرسيون ديالو. اذا السحناوي كنظن بان من الاحسن المسؤولين ديال الفريق الرجاء الرياضي، لان بعد ساعات قليله ربما او يوم غد ربما يكون اجتماع بين السي محمد بودريقه والمحامي ديال المدرب الكبير باش يلقاو واحد الحل حسناوي. يكون الحل اللي هو توافقي بالمدرب ولا داعي لا داعي، لان هذا ربما يقدر يخلق لك بلوكاج وما تتمش حتى لا فاليداسيون ديال المدرب الجديد. اذا خاص يكون واحد الحل اللي هو في واحد القريب واحد الوقت اللي هو سريع. وكنظن ان بودريقه راه عنده استوى بكل من يعني الامكانيات كذلك والتجربه اللي راه كما باش يلقى واحد الحل ويدي مع المدرب المدرب الكبير وباش المدرب الجديد باش يعني تم توثيق او الموافقه عليه من طرف كذلك الجميع الملكي المغربي لكره القدم وذلك يصبح مدرب رسمي. اذا هذا من جانب حسناوي. تكلمت على المباريات اللي بقات فرق رجاء الرياضي، صحيح هذه مباراة تحصيل حاصل بالنسبة لي حسناوي، صحيح
غادي تخص اللعابه كل واحد الان، لان كاين واحد العهد جديد ومكتب جديد، هاد اللاعبين غادي يلعبوا كل ما الفوز في الجهاد ديالهم باش كل واحد يحافظ على المكانه ديالو داخل فريق الرجاء الرياضي، لان غيكون دابا غادي يكون واحد الصراع اللي هو قوي بين اللاعبين مع العلم بين اللاعبين باش يضمنوا المكانه ديالهم. اضافه اخي حسناوي كاين واحد الحاجه اللي خاصنا نتكلموا عليها، وهناك ربما عده لاعبين غادي يغادروا الرجاء الرياضي، كاين ربما واحد خمسه ولا سته ديال اللاعبين او اكثر ربما، سواء بانتهاء العقود ديالهم او سواء بالمردوديه ديالهم. حسناوي اذا هناك غادي يكون خص اللاعبين، خص المكتب المؤسسي ديال فريق الرجاء الرياضي والثلاثه اللاعبين اللي تمت الاعاره ديالهم، على ما كنظن كاين بعض اللاعبين ربما يكونوا صالح، لكن فريق الرجاء الرياضي كانوا عاودوا نقول حسناوي لا بغى يقلب على الالقاب، يعني خص يعني تدعيم هذه التشكيله بواحد اربعه اللاعبين ولا خمسه. حسناوي الو يو انا راه ساليت يقول لي كم صحاب المداخله ديالك اخي مصطفى. شوف اللاعبين اللي غيمشيو راه كنا ناقشنا يعني المساله وغتبان، الطاقم التقني الجديد ديال فريق الرجاء الرياضي ولو انه مازال ما تمش يعني عليه بصفه رسميه، فيعني باتريك رحمن اللي عنده جنسيه سويسريه يعني يقدر يكون يعني مساعد الى جانب عبد الكريم الجناني، هذا بطبيعه الحال كما كنقول دائما في انتظار ان يتاكد يعني هذا الخبر. إيه هو بالنسبه للوضعيه ديال السي مونتير دابا الامور لما كتمشي للشق ديالها القانوني يعني كتبقى ننتظروا يعني لجنه النزاعات تقول الموقف ديالها، واذا كان شي حل كما قلنا ديال المساعي ديال الصلح تكون افضل وكتبقي تمشي على هذا. كانت امور اخرى كيشتغل عليها المكتب القدام راه هضرنا عليها وديجا وبداو كيخدموا لا على مستوى تقويه التركيبه البشريه وراه ديجا كاين اتصالات مع مجموعه من اللاعبين، لا على مجمع يعني تفعيل اللجان ديال الفريق اللي خصها تقوم بالدور ديالها، لان في المرحله السابقه يعني عاش الرجاء واحد المرحله ديال الفراغ على مستوى الهياكل على مستوى